سال ينتقل الى النادي الاهلي، ورايحه على الارسال مي غزال لاعبه النادي الاهلي رقم 14، وهتلعب ارسال من اعلى. مي غزال ارسال قوي، استقبال نادي هليوبلس، اعداد هناك في مركز اثنين خلفي، وضربه ساحقه، محاوله من النادي الاهلي وضربه ساحقه من رقم 10 من النادي الاهلي يونا بوتشو رقم 10 المحترفه الرومانيه، وبتجيب النقطه الثالثه اهي. اعداد خلفي من دعاء وضربه ساحقه كده، حائط صد مشروخ من لاعبات نادي هليوبلس، والنقطه الثالثه. ثلاثه الاهلي، اثنين هليوبلس، والارسال مي غزال ارسال قوي. يا غزال يا غزال، نرجع بقى لايام الموسم اللي ماضي ونقول يا غزال اتغزل. كابتن مي غزال او مي محمود غزال، ارسال مع رقم 4 من نادي هليوبلس، ساندي جمال، ندى جمال، ندى جمال هتلعب ارسال من اعلى، استقبال النادي الاهلي، دعاء، اعداد رقم 5 وضربه ساحقه من مي غزال، سريع من مركز 3، هو السريع ده، هو السريع. 9 الاهلي، 8 هليوبلس، اهي دعاء، وادي اعداد من 5 مريم ثابت، وضربه ساحقه سريعه من مركز 3 من مي غزال، استقبال النادي هليوبلس، محاولة وحائط صد من النادي الاهلي ولكن خارج الملعب، ونقطة لنادي هليوبلس النقطة التاسعة اهو، حائط صد من مي غزال ومن رقم 10 يونا بوتشو محترفة رومانية، والنقطة التاسعة. 9 هليوبلس، الاهلي 10، والارسال مع هليوبلس، استقبال النادي الاهلي تتانيا، واعداد من مريم ثابت رقم 5 المعدة، وضربه ساحقه من النادي الاهلي، ولكن في اعتراض من لاعبات هليوبلس، ولكن النقطه 11 اهي اهي. اعداد مريم طلعت تاني، يونا بوتشو، وبتلعب الكوره وبتجيب نقطه للنادي الاهلي. ارسال من اعلى، استقبال تتانيا، اعداد مريم، ضربه ساحقه من تتانيا يا ولد. وادي مره ثانيه نادي هليوبلس، النادي الاهلي، مريم ثابت المعده، وضربه ساحقه، تغطيه على حائط الصد كده وعلى الضارب من ندى وليد، برافو يا ندى، برافو يا ندى، غطت على الضارب وانقذت الكره، وحائط صد اهو مشترك او زوجي ما بين ايه خالد وتتانيا بوكان، وبيجيب النقطه 16، بتدي 9 نقاط، فارق 6 نقاط لصالح النادي الاهلي. تتانيا بتلعب الارسال، نقطه مباشره، ايس ايس، بتجيب النقطه 19. هي سعيده تتانيا بالنقطه، وهي من اللاعبات المتميزات في النادي الاهلي، وجابت مع النادي الاهلي بطولات الموسم الماضي، وما زالت مستمره مع النادي الاهلي، تعتبر نفسها اهلاويه صميمه. نقطه تانيه للنادي الاهلي اهي، ايه تاني، النقطه 20، 20 النادي الاهلي، وجابت النقطه رقم 7. مي غزال ارسال ايس، ايس النقطة الثامنة، 8 الاهلي، 2 هليوبلس، 8 النادي الاهلي، 2 نادي هليوبلس، وادي اهو بيعيدها تاني مخرجنا، استقبال النادي الاهلي، يلا اعداد ومحاولة من مي غزال وسهلة قوي، والنقطة 24. الشوط الثاني للنادي الاهلي، الشوط الأول خلص 25-15، الشوط الثاني ما نشوف هيخلص 25 كام. ادي النقطة السابعة، ومحاولة مرة تانية الإرسال مع الأهلي، نقطة وينتهي هذا الجيم، ونقترب من الفوز بالشوط الثاني. استقبال من لاعبات هليوبلس، والنقطة 25 للنادي الأهلي، وينتهي هذا الشوط 14 نقطة فارق لصالح النادي الأهلي. رماز على الإرسال، يلا يا رماز، تلعب إرسال قوي، استقبال برضه وقعش من لعيبة نادي هليوبلس خارج الملعب، والنقطة 23، ونقطة وينتهي هذا الجيم وهذا اللقاء لصالح النادي الأهلي. الشوطين الأولين 25-15، 25-7، 25 أعتقد هيخلص 9 ولا 8 هنشوف. ومحاولة مرة تانية، وأدي آية الشامي يا ولد يا آية، والنقطة 25، وينتهي هذا الشوط 25-8 لصالح النادي الأهلي.